صباح الفل يا رجاله، صباح الفل. معاكم دكتور يونس، عاشق المخاطره. من صغري بركب موتوسيكلات وفيسب وعجل. يعني تقدروا تقولوا كده ان الاسفلت حبيبنا. مش انت اللي لسه عامل لي اد على الفيسبوك من شويه وكل يوم بتيجي السيرك؟ اه الصدفه الغريبه دي فعلا، انا كل يوم باجي السيرك. وانا ايوه افتكرت صح، انت شغاله هناك مدربه اسود؟ لا انا بعمل فقره الساحر. فقره الساحر؟ الساحر. ايه فقره الساحر دي؟ انت كل يوم بتتصور معايا مش فاكر ولا بس افتكرت. لا افتكرت خلاص، اصل انا بتصور مع كل الفقرات فما ببقاش مركز يعني مين في الفقرات يعني. بس سبحان الله على الصدفه الغريبه، يعني نطلع احنا الاثنين عندنا نفس الهوايه. لا انا اول مره اساسا اركب موتوسيكلات، مش عاجبني خالص الموضوع. وانا برضو الموضوع مش عاجبني من صغري، ما بحبش اصلا الموتوسيكلات، انا كان نفسي العب جوله. انت بتشتغل ايه بقى؟ دكتور يونس، بطنه وصدر. اوكي، انت اكيد كنت شاطر جدا طبعا. كنت دحيح قوي، طلع التاسع مكرر في الثانويه العامه. انا اسمي عمير وكل الناس بتقول لي بيري. بيري وجيري. يلا يا شباب هنتحرك حالا. لا الواد ده كله يركب البايكات. اشوفك بقى في طريق السفر. اشوفك هناك؟ ايوه. يا ريت تنجزوا عشان هتروحوا تلاقوني هناك. فحاولوا نشد بقى، حاول نشد ماشي؟ انتوا ابدأوا انتوا قدام وانا هاجي من ورا ماشي؟ هتلاقوا نبله معديه من جنبكم. فيا ريت ننجز. يلا سلام. يلا توكلنا على الله. يلا يا شباب عشان المكنه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى يا شباب نلحق نوصل القاهرة قبل ما الشمس تغيب. أنا مش عارفة احنا واقفين بقالنا ساعتين بنعمل إيه يا جماعة. يلا. إيه يا شباب؟ أنتوا لسه واصلين ولا إيه؟ واصلين إيه يا معلم؟ ده احنا مروحين. أنت إيه مالك فيه؟ إيديا موتاني مش قادرة. إيدك دي؟ آه. وريني كده. حركيها كده. حركيها عكس. لا ما تقلقيش، دي كدمة بسيطة. بكره ان شاء الله باذن الله هتبقى كويسه، انت بس ما تسوقيش النهارده. ميرسي قوي يا دكتور بجد، كنتش عارفه انك شاطر قوي كده. لا دي حاجه بسيطه يعني، لو عايزه تشوفي شطاره بجد بقى عزمك يوم الثلاثاء على العمليه. هو في حد يعزم حد على العمليه برضه؟ تصدقي صح عندك حق، يعني احنا لسه حتى ما خدناش على بعض. انت تحضري لي كشف ولو عجبتك تحضري لي عمليه. لا انا رايي بقى تسيب موضوع العزومه ده عليا. ماشي. ان شاء الله بقى يا شباب هنتاخر كده. يخرب بيت ام رخامتك. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.